ما حكم من يصلي الصبح بعد طلوع الشمس يوميا وفي المنزل لأن المسجد يكون قد أغلق وذلك لأنه ينام متأخرا لظروف عمله رغم أنه ينام متوضئا ناويا لصلاة الفجر وفي جماعة المسجد وجهونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أهم ما يجب أن يهتم به المسلم دينه، ولا سيما الصلاة التي هي عمود الدين والتي تنهى عن الفحشاء والمنكر، والتي أول ما يحاسب العبد عنها يوم القيامة، فإن قبلت قبل سائر عمله وإن ردت رد سائر عمله. الصلاة عليها مدار كبير في الإسلام، ولا يجوز للمسلم أن يتساءل سهلة في شأنها، بل يجب عليه أن يقيمها في وقتها بأركانها وشروطها وواجباتها مع جماعة المسلمين في المسجد حتى تكون صلاة نافعة لصاحبها عند الله سبحانه وتعالى، حتى تصعد ولها نور تقول حفظك الله كما حفظتني. خلاف الذي يصلي صلاة شكلية فإنها تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجهه وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. قد توعد الله الذين يضيعون الصلاة، قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات سوف يلقون غيا، قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فليس المقصود من الصلاة أن الإنسان يصلي على حسب هواه في أي وقت وعلى أي شكل، بل المقصود من الصلاة أن تقام كما أمر الله سبحانه وتعالى، ولذلك توعد الله المضيعين لها المراد المضيعين لوقتها، وليس المراد الذين لا يصلون أصلا، إن الذين لا يصلون أصلا هؤلاء كفار، ولكن المراد الذين يصلون ولكنهم لا يصلون على الوجه المطلوب، كما قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. سماهم الله مصلين ولكنهم ساهون عن صلاتهم، بمعنى أنهم لا يقيمونها كما أمر الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك أنهم لا يحافظون على مواقيتها. وما ورد في هذا السؤال من أن هذا السائل اعتاد أن ينام متأخرا وأن لا يقوم لصلاة الفجر إلا بعد طلوع الشمس، فهذا خطر عظيم، ولا يجوز للمسلم أن يصر على هذا العمل، بل الإنسان يكيف عمله مع الصلاة ولا يكيف الصلاة مع العمل، لأن الصلاة هي الأصل ووقت الصلاة هذا مستثنى، ليس لأحد أن يأخذه لعمل آخر أو لنوم أو لغير ذلك، بل على الإنسان أن يفرغ وقت الصلاة للصلاة، كما قال الله سبحانه وتعالى سبحوا له في هذه الغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله من يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فهذا العمل الذي ذكره السائل خسارة عظيمة، والواجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وأما العمل إذا كان يتعارض مع الصلاة فعليه أن يترك هذا العمل إلى عمل آخر، وأن يطلب العمل الذي لا يتعارض مع الصلاة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ليس هذا بعذر أن يؤخر الصلاة عن وقتها بحجة أنه يسحر معظم الليل، نقول له صلاة واجبة عليك، سهرت الليل أو لم تسحر، إنما العذر في إمكان كان محافظا على الصلاة وكان يقوم للصلاة، ولكن غلبه النوم في بعض الأحيان، أما الإنسان الذي يكون هذا عادة له فهذا أمر لا يجوز أن يصدر من مسلم، وأي عمل يتعارض مع الصلاة مع أداء الصلاة في وقتها فإنه يجب أن يترك وأن يطلب عمل غيره، والأعمال والأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى، الأرزاق بيد الله والأعمال كثيرة وميسرة، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.